نعم سمر، شو صار؟ ما حكينا مثل العالم والناس. أنا قلت اللي بدي أقوله، أنت في شي حابب تحكي؟ أنا قلبي عم يحترق من اللي صار، وأنت كتير مرتاحة. ماني مرتاحة، بس فرحانة لأنه رح يصير عنا بيبي. أصلاً أنت عم تتلعبي فيي ما؟ أنت بالأساس مانك حابة تجيبي ولد ولا شي. أنت بلشت تضايقني. سمر، ما فيك تعملي هيك، ما فيك تجيبي للولد. خلص مهند، أنا بالتاكسي وبدي سكر. لا تسكري، خلينا نحكي. أصبح تعال المساء، رح أستناك مشان نحكي. مبسوطة أنك عم تتلعبي فيه ما. بشوفك المساء. لوين رايحة مدام؟ أتاكوي مارينا. تكرمي مدام. أنت منيح؟ ما في شيء، طرقت بالكرسي. منيح، إذا بتحب تحكي أنا بغرفتي. يسلم.